ممكن والقطن ولفتة وعنكارم والقصبة. طب تعالوا اليوم يلا هاتوا نحكي فيهم، هاتوا رجعوا لنا اياهم. في عين اللوز نفس الشيء، بنحكي كمان عن 280 بيت، فادي صرنا نحكي عن 90 بيت. الفكرة هي مش الشجرة ولا هي السلوان، الفكرة هم اليوم بيحكوا عن تهويد مدينة القدس، بيحكوا عن حوض مقدس، بيحكوا عن الهيكل مستقبلا، وكل هاي الافكار والاشياء اللي عم بتطير في هذا المسجد هو الشيخ جراح اللي هو الجهه الشماليه. هلا اجى دور مين؟ الجهه الجنوبيه سلوان. لما نحكي سلوان بنحكي عن اكبر تجمع لفلسطينيين مدينه القدس في سلوان، 65,000 نسمه موجودين هون. احنا بنحكي عن اكبر نسبه عدد اسرى وشهداء ومعتقلين في سلوان، يعني بنحكي عن سلوان رصيد نضال كبير من البقاء والصمود والشموخ والإباء في هاي الأرض. مش حدا من الموجودين هون إلا مقدم ابنه معتقل، وهو معتقل وأبوه شهيد وبيته مهدد بالهدم أو بيته مهدد بالإخلاء. فإحنا بنحكي اليوم لما نحكي عن سلوان يعني مفهوم شو محتوى سلوان، مفهوم شو المضمون الموجود في سلوان. عشان هيك بنلاقي إنه الدول الاحتلالية من خلال مؤسساتها المختلفة بتشتغل على موضوع البشر والحجر. هم ما عندهم مشكلة يعني، حتى بيعملوا لنا سيناريوهات، يعني بيبنوا لنا سيناريوهات، يعني بتحكي عن ناس مخرجين بيوضعوا وبيقعدوا بيكتبوا سيناريوهات حتى احنا نهاجر من هون. طارة بتبلش معنا البلدية بمخالفات البناء اللي بتقعد ممكن لخمس سنين، بعد خمس سنين بكافئونا بيجوا بيهدموا البيت، بعد ما يهدموا البيت بنكلوا بجثثنا. كيف؟ بيبعتونا فاتورة ثمن البلدوزر، ثمن البلدوزر نزل هدم البيت انا بدفعه. اكثر من هيك جنون؟ اكثر من هيك طغيان؟ عندنا من سلوان احنا نقربها كمنطقه استراتيجيه من البلد القديمه ومن المسجد الاقصى، احنا نعتبر منطقه استراتيجيه تماما، هم بيعرفوا اهميتها عشان هيك بيشتغلوا فيها. وادي حلوه اليوم، حي وادي حلوه، الحي الاقرب لباب المغاربه مليان انفاق، البيوت هناك بتتشقق، هناك البيوت في وضع يعني غير محسودين عليه. اليوم بنحكي عن مشروع كادم الاستيطان اللي هو مواصلة لسور القدس لسور باب المغاربة. هذا المشروع اللي بده يكون عليه نقطة قطار هوائي. حي البستان بده ينعمل محله حديقة توراتية. المنطقة هاي بدهم يشتغلوا انها تصير عبارة عن كوتج للمستوطنين، وهذا الاشي اللي اليوم احنا عم نطلع له. بنحكي عن آلاف الأفراد، ما بنحكي عن فلسطين، بنحكي عن آلاف الفلسطينيين، بنحكي عن نكبة جديدة، بنحكي عن نكبة بالقرن 21 جديدة. جدودنا عاشوها قبل 73 سنة، بس احنا اليوم من خلال أكيد انتم شاركتوا فيه وشفتوه حيكون اشي كتير مرفوض. واليوم وبالأحداث الأخيرة أثبتنا انه البوصلة أعيدت للقدس، لأن البوصلة الحقيقية في القدس موجودة. وليه احنا كنا ضالنا؟ مش عشان القدس، مش عشان احنا اليوم كل حدا موجود في بيته. احنا اليوم هذا بالنسبة لنا انجاز. اليوم اولى الانجازات كانت انه القاضي اللي هو مستوطن اللي بده يحكم للمستوطنين اليوم رفع القضية للمستشار القضائي، ما قدرش ياخذ قرار. عادة يعني انا ممكن احنا وشويكي في اخر شيء بشهر واحد و12 يا محمد اخذوا قرار فينا بدون ما يشوفونا، لانه ما كانوش شايفيننا. بس اليوم بعد الاحداث الاخيرة في معادلة جديدة، ما قبل ليس كما بعد، هم صاروا شايفيننا واليوم صوتنا وصل. وهذا اللي انا اليوم بدي احكي لكم اياه. كنا امبارح نصره للشيخ جراح، اليوم احنا بحاجه كمان يكون في نصره عندنا لسلوان، لانه سلوان اذا راحت راح يصير في ضرب لنا، راح يصير في 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 طعنه جديده في تاريخنا وفي في في وجداننا وفي كل شيء. بس انا بحكي لكم اخطر 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 سلاح انت ممكن تعطيه لانسان مظلوم هو سلاح الأمل. والأمل والله رجع، وحياة الله الأمل موجود. يعني اليوم الأمل من أول وجديد، آسف، الأمل اليوم من أول وجديد. أنا بطلع في كل وجوه كبير وصغير وطفل، الأمل رجع. عم بيكون في إرادة، عم بيكون في تفكير إنه إحنا من حقنا إنه يكون لنا شغلات كتيرة كمان. إحنا اليوم نطلعش على 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 حقوق، احنا اليوم عملنا يعني ما طلعنا عشان نطالب بحقوق لتجميل احيانا ولعمل نادي ولا لعمل ملعب ولا لعمل الارصفه والشوارع. احنا اليوم لغايه اليوم عم نناضل في انه نبقى في بيوتنا، الجماعه مش مستكفيين. البؤر الاستيطانيه منتشره في كل مكان وكل العلو اللي هم فيه، يعني اليوم هم مستحوذين على 80% من الارض الفلسطينيه، هم وصلوا لمرحله الغطرسه اللي يحكي لك فيها انه انا كمان مش مستكفي. لا 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 انا مش مستكفي بالمره، انا كمان بدي بيتك. فهذا الشيء راح يكون مفهوم. يعني انا
وعائلتي اهون علينا كثير انه بيوتنا تنهدم وتصبح انقاض ونشوف حجارتها على الارض ولا مستوطن. اذا اليوم عم بحكي في القاهر يعني في القاهر قاهر الرجال هذا، اذا اليوم عم بحكي بالقاهر اهون علي كثير انه بيوتنا تنهدم ولا مستوطن يسكن ولا مستوطن يكون محلي يدخل على غرفتي. ماضي وحاضر ومستقبلي وهويتي واحلامي وطموحي وقصتي وكل شيء. يعني انا اليوم لما احكي عن بيتي بحكي عن تفاصيل كثيره. الموضوع مش رقم، الموضوع مش حجر، الموضوع مش شيء، مش شيء يعني جماد. احنا بنحكي عن مشاعر، عن حسيس، وعن قصه ام واب وجد وجد عاشوا بهذا المكان. قديش احنا اليوم قادرين بالفعل انه نكون فاهمين. ما هو احنا مهم كثير الفزعه لما بدها تكون، بدها تكون عن وعي. مهم الفزعه وفزعتنا لبعض اليوم. واكبر دليل احسن شيء يعني صار في الاحداث الاخيره انه احنا توحدنا من جديد. يعني برغم كل الانتكاسات اللي عشناها والاحباطات وال الا انه احنا عودنا توحدنا واهتمينا حوالين بعض، وهذا شيء كثير مهم. بس قديش قادرين يكون هذا الشيء هو فزعه وعي. مهم نكون فاهمين. دقبالنا بيشتغلش عفوي، بيشتغلش ببساطه، بيشتغل عنده استراتيجيه وعنده خطط ممنهجة ضمن سياسات، بيشتغل على إيش اسمه 2020 2030، يعني حاطط رؤية واصل حتى في آخر دراسة أنا شفتها 2050. يعني الجماعة بيشتغلوا في أفق كتير بعيدة. قديش إحنا اليوم قادرين نكون مش رد فعل، نكون إحنا الفعل. هاي الأمور كتير مهمة، كتير كتير مش شوي. وإذا اليوم إحنا بدنا نطلع للموضوع بتفاصيله، إحنا ألمنا كبير ولكن أملنا أكبر. ألمنا كبير بس أملنا أكبر، وأملنا فيكم. يعني أنتم بوجودكم اليوم معانا من الصبح لهلا هذا أكبر أمل، إنه بعد في لسه شباب يعني متجذر وجلده ما تغير ولا راح يتغير، وكل إشي راح يضله ينطق ويحكي إنه إحنا عرب فلسطينيين وبوصلتنا بالفعل هي القدس. مش راح تتغير. شكرا لكم، مش شاطر عليكم خلص.